مشروع بكرة إلنا التي تقوم به محافظة دمشق يهدف إلى بناء سوريا للمستقبل بالتركيز على أطفال سوريا، شباب الغد، شباب المستقبل، والذين هم سوف تكون سوريا وتضحيات الشعب السوري وتضحيات الجيش العربي السوري صانع المجد أمانة بعناقهم، وذلك من خلال المعرفة وتكريس حب الوطن وتكريس المواطنة لدى هذا الطفل ومبدأ المشاركة والتلاقي والتشاركية والعيش الواحد، ومحاولة لبناء جيل واعي وأكثر وعيا بصراحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإعلامي، وهذا ما شاهدناه اليوم يعني بمشروع بكرة إلنا المتعلق بالشق الإعلامي. فئة الأطفال يمكن من عمر 3-15 سنة أكثر فئة هي تضررت بهي الأزمة، فإجا مشروع بكرة إلنا هو مرحلة من مرحلة إعادة الإعمار بسوريا اللي هي إعادة إعمار النفوس اللي هي عم نشتغل عليها على الأطفال اللي هن رح يكونوا هدول رجال المستقبل. هذا الاختصاص هو اختصاص كتير مهم لطفلنا لحتى يقوي شخصيته، لحتى يخليه قادر على أنه يثبت نفسه أو يعرف عن نفسه قدام كاميرا ويعرف أنه وراء هالكاميرا في كتير عالم عم يتابعوه من دون ما حتى يحس بأي خوف، لأنه يمكن طفلنا اليوم الأزمة بتحس هيك سقلته أكتر فخلته قوي أكتر قدام الكاميرات، فلازم شوي نعمل معه تمرينات تدريبات لحتى يكون هو كتير قوي قدام الكاميرا. اليوم رح نفتتح القسم الإعلامي بهذا التكريم، رح يكون معنا متدرب 40 متدرب تقريبا رح يتوزعوا على محافظات دمشق على جميع المدارس. طبعا الأطفال رح يفوتوا على هذا القسم طبعا بالجامعة ما رح يكتسبوا هالخبرات اللي رح يكتسبوها اليوم، نحن رح نأهلهم من هن وصغار لحتى يفوتوا على الجامعة معهم كل هالرؤية والمهارات اللي هن بيحتاجوها. طبعا هلا تكريمنا هو حافز كتير قوي لأننا حتى نبلش الشغل مع الأطفال، وخاصة نحن اكتسبنا بالدورة الإعلامية شغلات يعني عملية أكثر ما هي نظرية، كيف تعامل مع الأطفال، كيف هي الأساسيات الإعلامية ممكن ندخلها عن طريق شغلات يعني بسيطة لعقل الطفل، فهي بتفيدنا عمليا لنا مستقبلا وللأطفال يعني حتى نتعامل مع الأطفال.